السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نتحدث عن نبتة اسمها الختمية أو الختمي، هيك تسمى. هاي النبتة زي ما أنتم شايفين تنتمي إلى فصيلة الخبيزة إجمالا. إذا بتلاحظوا أوراقها تشبه أوراق الخبيزة نوعا ما، ولكن هاي كبيرة زي ما حضراتكم شايفين. هي تطول بشكل كثير كبير، ممكن تصل مترين. هاي النبتة إجمالا تنتج زهور زي ما بين معنا. شوفوا جمال هاي النبتة. طبعا في زهور عدة ألوان بنفسجي، أصفر، أبيض، أحمر، عدة ألوان منها. هاي الزهرة قبل ما تتفتح، وهي الزهرة بعد ما تتفتح. شوفوا الجمال. طبعا هاي الختمية موطنها الأصلي في الصين ودول آسيا، بتنمو عنا بالوطن العربي. هاي مثلا أنا بالأردن عندي بتنمو. طبعا هاي الختمية أزهارها تتحول لبذور، أزهارها تتحول لبذور، وإحنا بنجمع هاي البذور بعد ما تسكر الزهرة وتنشف. مظبوط، بنجمع هاي البذور. الختمية نبتة مشهورة وإلها فوائد حتى علاجية، ممكن تقرأوا عنها. كثير مميزة هاي النبتة، وتزرع في بداية الربيع، خلينا نحكي بعد نهاية شهر 3 أو بداية نيسان تزرع. ومع مرور الوقت بنقدر انه نحصل على البذور من بعد ما تنشف هاي الزهرة. تنشف الزهرة تتحول ل مثل هيك. طبعا هاي زهرة غير متفتحة، ولكن بعد ما تموت الزهرة بتتحول هيك. احنا نقطفها ومنخليها ومنخزنها عنا حتى بداية فصل الربيع.